القلعة اللي قدامك دي بيقولوا ان تحتها بوابة للجحيم والعالم السفلي. واحد من الكتاب البارزين قرر يعيش المغامرة ويبات ليلة في القلعة عشان يشوف الكلام ده صح ولا لا. بالفعل راح القلعة واللي موجودة في منطقة بعيدة عن كل اشكال الحياة. قرب من القلعة ودخلها. الكاتب زبط قعدته ولسه هيتفحص المكان سمع صوت نباح كلاب في ساحة القلعة. طلع بص على الكلاب لقاهم بيتصرفوا بشكل غريب كأنهم خايفين من حاجة. فجأة الكاتب حس بحاجة غريبة بتتحرك وراه بس وراه واتصدم من اللي شافه. قبل ما اقولك على اللي شافه لازم تعرف قصة القلعة. القصة بتقول ان الملك البوهيمي بريميزيل اوتوكار الثاني لقى حفرة غريبة وعميقة ملهاش نهاية وكان عايز يعرف الحفرة دي جواها ايه، فجاب مجموعة من المساجين وقال انه هيعفي من العقوبة اي حد ينزل الحفرة. واحد من المساجين نزل الحفرة وبعد شوية سمعوه بيصرخ وبيترجاهم يسحبوه بسرعة. سحبوه واتصدموا لما لقوا شعره ابيض كأنه عمره زاد 20 او 30 سنة. السجين فضل يصرخ زي المجنون ومات بعدها بيومين بدون اي سبب واضح. بعد اللي حصل ده الملك البوهيمي عرف ان الحفرة تحتها شيء خطير وغامض ولازم يحصروا في المكان ده، فقرر يبني قلعة فوق الحفرة سماها قلعة هوسكا وبنى جوه القلعة كنيسة فوق الحفرة بالظبط. عدى الزمن على القلعة لحد ما جه الالمان خلال الحرب العالمية التانية. كان معروف عنهم في الفترة دي انهم بيحبوا يدعبسوا في اي حاجة، فدعبسوا في القلعة وعملوا جواها شوية تجارب غامضة محدش يعرف عنها اي حاجة لحد دلوقتي. بس بعدها بكام سنة لقوا هياكل وبقايا لضباط نازيين تقريبا اللي كانوا بيعملوا التجارب دي هناك. الناس بتقول انهم بيسمعوا صراخ وأنين بأصوات من كل اللغات. مصدر الصوت جاي من تحت القلعة. نرجع للكاتب واللي اتصدم لما التفت وراه وشاف كائنات غريبة بجناحات سودة بتطوف حواليه. الكاتب خد ديله في سنانه وجري. اما في العصر الحالي بالتحديد سنة 2009 فريق من العلماء قرر يكتشف القلعة ويعرف سرها، وتقريبا حصل معاهم نفس اللي حصل مع الكاتب. ساعتها كتبوا تقرير غريب مفهوش اي حاجة غير شهادة منهم بتقول ان القلعة مسكونة بالشياطين. فيا ترى عندك الجرأة تبات ليلة في قلعة هوسكا؟